السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم من جديد. وهذه الوصفة اللي نقدم هي وصفة لترطيب الشعر. الأغسيدة ليمون اللي فين تديروا دي فريزاج كيراتين، غادي تقدروا تعوضوها في هاد لابيريود نتاع الحجر الصحي بهاد الوصفة الطبيعية. تتاخدي الرز ديالك وتطلقيه وتخليه يبرد وتطحنيه حتى يرجع على هاد الشكل هذا عجين. من بعد سيداتي تتاخدي ملعقة من زيت، يا لوز يا زيت بلدية بلا ملحة يا زيت رومية. انا اليوم اخترت لكم زيت فاتيكان تاع كوكو، وغادي نخلطو ملعقة كبيرة مع ملعقة مع سمح لي مع ثلاثة المعالق نتاع عجين الأرز. هذه بالنسبة للشعر القصير، وبالنسبة للشعر الطويل تدوبلي لادوز ديالتك سيدتي وتتخلطيهم مزيان مزيان حتى تحسي بداك الزيت جنسات مع هذيك لاباط نتاع لوغي. وبيان سور تقدري تضيفي لها اي زيت عندك في الدار، ماشي مشكل. حنا سي جوست باش ما تتبقاش هذيك لاباط ما تبقاش عقده بزاف. من بعد سيداتي تناخذوا ديك لاباط نتاع الارز وتنابليكيوها من لا غاسين لا لونغور، والطريقه كي بحال تنحاولوا نجبدوا بشويه بشويه ديك الخصله. من بعد سيداتي تتاخدي بابي سلفوريزي ديالك وديريه على الشعر ديالك وتخلي هاد الوصفه من ساعه ونص حتى ساعتين د المكانه. ومن بعد تتغسلي بالماء الدافي وتستعمل الشامبوان ديالك والماسك ديالك كما العاده، وشكرا.